كل عين اليوم على كريم بنزيما، 3 أهداف في آخر 3 مباريات، يعيش فترة مثالية حالياً. ابقوا معنا هنا على الموعد في بث حي وحصري مع EA Sports. مساء الخير أحبتي الكرام في كل مكان، ليلة جميلة هنا، أجواء مثالية، كل شيء يبدو رائع في كرة القدم بانتظار ضربة البداية. سأكون معكم أنا فارس عوض في تغطية حية ومباشرة، واليوم نحن على موعد مع مباراة إياب دور 16 لهذه البطولة. لدينا اليوم فريق وولفز يواجه فريق ريال مدريد، فوز كبير لأصحاب الأرض في الذهاب يجعل هذه المباراة صعبة جدا على الفريق الضيف، واللي فرصهم في التأهل ضئيلة جدا. هذه هي تشكيلة الولف لمباراة اليوم. انطلاقة المباراة بأقدام لاعبي الريال في المساحة الفاضية أمام أسينسيو على الطرف، تدخل بخلص الكرة، فرصة هدف الآن، إمكانية الكرة العرضية، كرة بيخلص حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة، كرة بتتشتت، كرة بتتخلص في الوقت المناسب، كم ممكن يكون فيها كلام ثاني في اللقطة الماضية، وكرة تخرج إلى ضربة مرمى. كريم بنزيما، الأمال كبيرة جدا، موضوع عليه بيعدي فيها، فرصة الآن، الهجمة ما زالت قائمة، مستحيل البداية، أي قوة، أي إثارة، هدف مبكر، اشتعلت الأجواء، انظر إلى الحماس، استمع إلى الأصوات، الله على هذا الصخب، هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل الشيء. غوريتسكا، تدخل جميل من اللاعب، تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم، كرة بتتخلص، لا تمر هذه اللقطة، كاسيميرو، تحرك ممتاز من اللعب، هذه كرة هدف الآن، الله عليك، الله عليك، الأهداف تسجل بهذا الشكل، كرة القدم تلعب بهذا الأسلوب. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. لدي فرصة لإرسال كرة عرضية، تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر، كرة بيتغير اتجاهها وتخرج إلى رمية تماس، يستعيد الكرة بهذا التدخل، كاسيميرو، بينية خطيرة من جانب كاسيميرو،
حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين. كرة متاحة للتسجيل، ما زالت خطيرة هنا، لكن الراية ترتفع وتشير إلى وجود حالة تسلل في هذه اللقطة. كرة تتحول إلى رمية تماس، المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم، فرصة كبيرة للهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. ماركو أسينسيو، ملعوبة إلى كاسيميرو، محاولة هجومية هنا. أوه في القائم، وأكمل طريقها إلى الشباك، هدف في هذه اللحظات. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. فالفيردي، ماركو أسينسيو، راية هنا وتسلل، لكن مثل هذه الكرات مهمة لاكتساب الثقة. كيف يمكن أن يكون الإنهاء بهذا السوء؟ راحت سهلة على المرمى. لعبة كانت في وضعية تسجيل، لكن اللاعب كان متسلل حقيقة في اللقطة الماضية. فرصة كادت بأن تؤثر على مجريات اللعب. كريم بنزيما بيخلصها في هذه اللقطة. كرة مرتدة فيها خطورة، كان ممكن فرصة لاستغلال الهجمة المرتدة بشكل أفضل. تدخلان على حمل الكرة، حكم يشير إلى دق بمرور تقدم الكرة. الله الله الله، هدف يحرك الشباك، هدف يشعل الأجواء. الشوط الأول ينتهي 3-1. تواصل مع حضراتكم مشاهدينا مع ضربة البداية لشوط المباراة الثانية. إيفر بانيكا، سالم الدوسري، عرضية ممتازة في وسط المنطقة، لكن راحت سهلة عند الحارس وينجح في الإمساك بالكرة وينهي الخطورة. فالفيردي، ضغط عالي يمارس السلام بقوة على المدافعين. حلو التدخل، بيخلص الكرة بدون ارتكاب أخطاء. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. جوريسكا، كريم بنزيما، فرصة الآن لكرة مرتدة، لابد من استغلال مساحات بالكرات المرتدة. ليون جوريسكا، كرة إلى كاسيميرو، برافو حارس المرمى، ارتمى على الكرة بشكل ممتاز، تمكن من الإيقاف. كرة كانت صعبة لكن ليس على هذا الحارس. ركنية تنفذ بشكل قصير، أوه طلعها أبعدها من على خط المرمى، أنقذ فريقه من هدف محقق. روعة في التسديد، مستحيلة هذه الفرصة. أم
الكرة الماضية لم يكن محظوظا، سدد الكرة بقوة، الكرة على المرمى، فرصة بتضيع، كانت قريبة جدا من المرمى. يتقدم بالكرة، اوه تصدي خيالي من حارس خيالي. ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء، كيف راح يتصرف فيها؟ حلوة تسديده، مرت يدوب فوق العارضة، تسديده كانت قوية لكن ينقص الدقة والتوجيه في اللقطة الماضية. مارشال، رمية تماس، كاسيميرو، فرصة لإرسال كرة من عمق الملعب بكرة عرضية، كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. كرة بتضرب الخط الخلفي، فرصة كبيرة للتسجيل، عرضية بيخلص حارس المرمى بدون أي صعوبات. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب غوريتسكا، بمهارة بيمر فيها، بيتخلص من الرقابة الآن. كرة قوية لكن الكرة بتضيع، انفراد بهذه الطريقة، كان عنده حلول في اللعبة الماضية، شوف اللقطة كم ممكن يعدي من حارس المرمى، مستحيلة هذه الفرصة. غوريتسكا وصلت إلى إيموبيلي، كاسيميرو ممتاز في الضغط العالي، تدخل دفاعي قوي، افتكاك للكرة في المناطق الخلفية. الآن بدأ العد العكسي، تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصفرة، 8 دقائق تفصلنا عن نهاية اللقاء. توقع جيد في قطع الكرة، فرصة الآن، تصدي جيد من الحارس، ربما تكون هذه الكرة الوحيدة اللي تصدى لها في المباراة. تبديل سيجري في هذه اللحظات، تبديل طبيعي في رأيي وأمر منطقي لأننا نشاهد مستويات كبيرة في مباراة اليوم. والتسديدة والكرة تصل إلى الحارس، لا أصدق كيف لم تدخل تلك الفرصة، كرة فيها خطورة، تسديدة قوية على المرمى لكن بدون دقة في التسديد، راحت الكرة بعيدة بدون ما تشكل خطورة. منطقة الجزاء، حكم المباراة بقرار إضافة دقيقتين الآن. كاسيميرو يتدخل، الله على قطع الكرة، يعلن الحكم نهاية هذه المباراة، ومعها يتأكد صعود الفريق واستمرار مشواره في هذه البطولة باستحقاق تام وباكتساح للمنافس كان التأهل. رسالة قوية لكل الخصوم في هذه البطولة، نحن هنا، نحن جاهزون، الرسالة وصلت لكل الفرق بعد هذا التأهل السهل والمستحق. لعب واحدة من أفضل مبارياته،
بالتأكيد رح يظل يتذكر هالمباراة واللي قدمه واللي سواه في أرضية الملعب. كان انتصار كبير بفضل إبداعه في الملعب، قدم أداء كبير في مباراة اليوم، نجح في تسجيل هدفين، ساعد فريقه.